بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن انزل معكم موقع XQ55. قدم طريقة تركيب خطوط جالكسي على جهاز جالكسي S4 أو نسخ 4.2.2. كل ما تحتاجه هو تحميل تطبيق جالكسي وتطبيق iPhone. تم تغيير أيقونة خطوط جالكسي لأيقونة القلم باللون الأحمر. أولا اذهب لي الضبط، ثم اذهب للمزيد، ثم الحماية، ثم ضع صح على مصادر غير معروفة، ثم موافق. الآن اذهب لي خطوط جالكسي واختر من الخطوط التي تأتي بشكل كبسولة أو شكل جليبين. مثلا نحن نريد خط الجزيرة مثلا، ستجد صورة، اضغط على هذه الصورة، سيتم نقلك لسيرفر بوكس xq55.box.com، يأخذ وقت ثم يعطيك التحميل من الأعلى. الآن جاري التحميل، تم التحميل، اضغط على هذا التطبيق ثم تثبيت ثم تم. الآن اذهب لتطبيق iFont وهو مرفق مع XQ55، تستطيع الحصول على رابط مباشر للحصول على التطبيق iFont. اضغط عليه ثم في مكان Install من الأعلى Install ستجد خط XQ55 الجزيرة مركب، اضغط عليه ثم اضغط Set. سيقول لك بأنه لا يمكن تركيب هذا الخط، اضغط موافق. سيذهب بك لوضع الشاشة، اذهب لأسلوب الخط واختر خط سامسونج سامز ثم موافق. سيرجع لتطبيق iPhone، اضغط Set الآن وموافق، ثم سيطلب منك عمل ريستارت. اضغط ضغط مطول على زر التشغيل ثم إعادة تشغيل الهاتف، وبالتالي يكون لديك الخط الجديد بإذن الله. للمزيد من الأسئلة يوجد إيميل في نفس التطبيق، ضع سؤالك في هذا المكان وسأحاول قدر الإمكان الإجابة عليه. تابع موقع XQ55 للتفاصيل.